إذا أنا طيب ما نصحتني بعد ما أموت مالي لازمك؟ إيه ما أنا طيب جيت قمشتني لا أغلط بحبك، بس بعد ما أموت ما بقلي لازمك. لا تيجي على قبوري لخ، يا حياتك دي تنطرني يا تقتلك يا تقتل أحد، يا أحد تقتلني قي قبل ما أقتله ما قمشتني. قلت صلي على النبي واحد الله، مثل الإسلام نحن وقدر فيه صار بينك. واللي بيلف يدور على حاله بيلف يدور، اي والله على حاله، لانه ياما الايام بتخبي لواحد. مين كان يفكر الساعة الله الزنازل، الله يرحم ربي وبعن الجنة، مين كان يفكر الزنازل طلش قد راح الوف موت بكون ما في هوني، بدك يخرب بدك واحد بيركع بالارض يقول يا رب يدعي ايه لما هو طيب. أنا صارت مفاجآت هالهزات وهالشغلات عقاب من الله عز وجل، بس ما الإنسانات تفسخ في الأرض الله بيبعث لنا النقلة. تقعد تقول لك يا ربي ورك احمد الله واشكره عليك بالعبادة بذكر الله، واستغفر ربك السيت وش ما سيت حتى الله يغفر لك، مو تعرفين الساعة هزت البناية تفرح الله معك، وبعدين تتخسر أنت وكل إنسان. والحاصل بطلب منك يا اخوتي كرمال الله، اذا رحت للمحكمه اسقطوا الحق عن بعضكم، ولا تودوهم معكم غير كل الاب ودوهم واحد اثنين. اذا رحت كميه كبيره حول المحكمه تسقلوكن تحت ايش قاتلوا ايش تقولولن، نروحوا من كل اب اثنين. هودي بتحطون الخير، حطوا براسكن بعين لا تقتلوا يقتلني وتجرجر علي وفرجي مرجلتي، لا تتخسرون. انا بنصحك يا اخوتي بالله بيعاويه نحن واهل وقرايب نحن، والله والله بنغار على بعضنا كما المنغار كل انسان بيغار على اهله وقرايبه. يخلي يجعكن قلبكن على اولادكن على نسوانكن وكنيينكن من بعضكن، انت يجعكن قلبكن علين. الله اللي بيحمي يمنا بالله كله رايح، وهالوقت اللي نحن فيه خليك اللي تاقي سيله خير. رجعوا رجعوا لعبادكن، الحرام ما يصفي لحد شيء. تقتل هاي واجرح هاي واشتم بهاي واتحرك على هاي واقول على هاي كلام، على روحك بقول انت الله يساعدك. هودي النقل ما في، هالتليفونات بهدلت العالم بهدلتن. ما بقى تعرف الراعي من اللاغة، اللاغة معه تليفون والراعي معه تليفون والشيخ معه تليفون والمفلت محشوم الحضار معه تليفون، صار كله كما بعضه عيار واحد ابدا. انت النقل كل واحد تليفون، اين هو تليفون وكوس هاك بقى لاغا حقي بقى زماننا العواز بالله على زمان نيتن. يركب لك تركيبات ويحط لك شغلات والله يفتح لفن اخوك ربي، وهاك يطيب لهم يضحكون يتابعون لهم. هاي من درك دنيا ليس بالصلاة وعن النبي كما بقولكن. والله شغلكن بتبكي لاليتين مو انت ولا هو، راح تنضحية انت راح تنضحية من الاغلاط غيركن، راح تنضحية وراحت ضيعتنا كلها ضحية. والله ضيعتنا كلها راح ضحية، من بدي تطلب قلبه بعد يروح للضيعة، يروح للضيعة يطلع هو قتلوا بنود هو قتلوا بنود، حط ايدك على وجهك وتبكي على ما بختلف على من تبكي، على وجهك تبكي على وجهك تبكي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بطلب منك يا اخوتي كرمال الله كرمال محمد، ممكن انك تجرب تنزل للبير وتطلع ساق، والله عكن عقلاء عكن فهمانين اسمعوا كلاما، ولكن الحمد لله ضيعتنا فيها علماء فيها مشايخ فيها محامية فيها مهندسين فيها دكاترة ولك فيها مخاطير. اسموه بيروت ما في مخاطير في ألمانيا، حتى مهندسين في بيروت هم ما عدنا في ألمانيا، حكمة مهندسين تجار أو كلتها يعني معناتها فهمانين. إذا الإنسان لما يكون فهمان ما يجي بس أي شيء ما بقى ترد احد، ما بقى احد يرد علينا هود الفهماني، بقى يردون علينا الشعب الهردبش. لا تغزوني بهالكلمه، جاي من الضيعه وجاي بالبلوات معه براسه هوني
واذا هو ما في بيسقوا الغلط بالزور، تطلع الله وكيل بتطلع انسان من لاليتين تحكي الخير يا عمي. خاف والله تقول لك فنقنيك عم بتقوت، ولك علاش تقوت؟ تتقتل هلا انت مو تقتل نيتن بتقوت انت خايف الزعق قين قطع قلبك خايف ولك مو انا قطعته ديني بيقول لي هيك ديني مو انت انا ما مبزع غير من اللي خلقني. تعال انزل طلع حمر الشاشك وانزل تفشخ طلع بالحكي تصير بقى قبضاي تتجي للضيعة ترخي تحط فساد وتهرب تروح خليك هونك تطلعش تستشيشي تنقتل يا تقتلك احد. الو يا ديقي والله بتبكون ضيعتي والله كلكم اغلبكم بتبكون والله العقلاء والفهمانين عقدتنن والله عقدتن هود الفهمانين والتجار وهود الرجال والله عقدتن. قل شوي لا تعقدون وبرجع نوبة لخ بسلم لعكن مئة ألف سلام وبتمنى منكم ضيعتنا كلها تتسمعوها انه الحمد لله سقطوا الحق من على بعضا. يا رب احمدك واشكرك سقطوا الحق على بعضا والحمد لله جولوا بعضا زايد ناقص ورفعوا هالنار هالنار بتحرق انت. نحن جربنا قتلنا العالم والعالم قتلتنا وقلناها وانت اللي خجي بس نحن بقى نطلع لانه الساعة وقت حكومي بتشتكي عليه ولك حق عليه وتشتكي بياخذ حقك بس اذا عامل غلطة متك تشتكي عليه. ليس ما بدنا نفتح لك تاك كرمال الله بكن تحكون اوعى تفتحون الماضي الماضي اذا فتحتونه ما تصالحون. هاي تقول هجي وهاي تقول هجي تفتحون باب للسفر للشيء للك والفساد. سفينة لي سفينة هاك الناقلة سمعتوها سفينة لي سفينة في البحر طول ما هي عودش المي مو تغرق بس ما تفتحولها يفوت مي فوتشة في قلبها تغرق السفينة وتفتسكن كلكن الفساد. يعني معكن أبو عبد ميري من جمعية عرب ماردين بسلم لعكن والله يكون معكن مع السلامة. بتمنى منكن أسمع منكن إن شاء الله اتصالحتن أول شيء سقطت الحق مع على بعضكن وتاني شيء صالحتن مو غلط وي مو غلط وهي اللي بيقولكن لبلب على ثانكن وهيكن على خراب بيكن بدور اثنينكن ورق انتوني كيف كن بكن اشو لبكن انا قلت لعندي وكل انسان لازم يطلع يحط الخير لا يحط الخير بلغز لف ودوران وشيء صالحه اخوي بس والله ما كان له حق اخوي صالحه اخو والله انا حق على والله اخوي هاي مو صلحه بيصلح تصالحه بس والله لك انت ايش الله يكون معك بطلب من الله حق هل وذان لوذن عم يودن المغرب بطلب منكن تسقطون الحق على بعضكن وهونك انت تتفاهمون العقلاء لبيناك الحمد لله سمعتوا من لاليتين سمعتوا تلفنتلي وحكيتوا معكن اثنينكن قريتوكن والله العظيم ولا اطيب نقي قلوبكن وبتحبون الخير ان شاء الله. الو ابو عبد ميري الحمد لله وسقطنا الحق الحمد لله كواس صالحنا رحمة الله على كل إنسان لحط الخير بيناتنا. يا بوشقة الطيبي يا بوشقة الطيبي أنا علي بران حب الله ورسوله تذبحه لاجل صلحك بإذن الله. الله يكون معك كواحق الوذان إن شاء الله قبل بقولك إن السوون الله يكون معك.